أيمن، اسمي محمد، من زرعة الخطيب، عمري 17 سنة، بتكون من عائلتي 7 أفراد، ساكن في مخيم النصيرات، بقى مسخن الوريد، طلعة توجيهي. كانت الأجواء كورونا يعني، ما كانش يعني الناس، كنا صف قليل، فقعدنا فترة هيك قالوا اقعدوا عشان قصة كورونا. وقعدنا، كانوا مخططين بعد رمضان يصير ايش؟ انه نقدم امتحانات ونخلص. بعد كورونا اصبح انه تعليم الكتروني. فكان الوضع ما يسمحش ان انا اجيب جوال. اولا ما كانش عندي امكانيه اجيب لابتوب او شيء يعني اقدر ادخل فيه نت، ما كانش عندي نت اصلا. فكان كهرب كانت تقطع كثير وما كانش يعني في شيء اقدر اصل فيه لهم. أثر علي سلبي طبعا، لأنه ما كنتش أفهم حاجة، ما كانش أستاذ يعني يجي قدامي يفهمني، كنت أروح على مدرسة أصلا، ما كانش في يعني مدرسة. كنت أواجه صعوبة كبيرة، كان المفروض بعد ما خلص رمضان كان نخش امتحانات نهائية ونخلص، لكن أجت الحرب، فاضطرنا إن ما كنتش نركز أصلا، ما كنت أي شيء أنا أقدم امتحانات، لأنه في شيء، كانوا مثلا واقفينها وكانوا يكسبوا كثير وكنا خايفين. أنا ما كناش مرتاحين في الدار يعني، وما كنتش مرتاح، قلقان، زي كل الدار. كنت في خوف إنه إحنا نخلص تعليم وما نلاقيش إيش نشتغله، ما نلاقيش نوظف فيه، لأنه عارفين الوضع كيف بغزة صعب، يعني هاي 100 واحد متخرج على الفاضي، قاعدين في الدوشة ذات الجنب. فعشان خايف، أنا خايف على مستقبلنا هيك على الفاضي. ما فيش إيش في غزة. وأنا الحين طالب توجيهي ومعدلي كتير حلو. عشان هيك أنا بحتاج نكون عندي دروس. درست تقوية في المواد وما فيش عندي متوفرش عندي أي مصاري عشان أدفع الأساتذة وما عنديش أقدر أكمل يعني، بس أحاول إن شاء الله إن أكمل وما فيش أساتذة كلهم كان هنا أطلب مصاري ما كانش بقدر أوفر. طبعا أنا أحب أكمل أدرس جامعة وأكمل وأخش أخصائي اجتماعي وأقدر أساعد اللي حوالي والناس وإن شاء الله بقدر أكمل إن شاء الله.